ما علامات الساعة التي لم تظهر؟ علامات الساعة تنقسم إلى قسمين، يعني كبرى وصغرى. الكبرى كلها لم تظهر، العلامات الكبرى كلها لم تظهر إلى الآن، والعلامات الكبرى عشر على اختلاف في واحدة من هذه العشر أيها. يعني اتفق أهل العلم أن علامات الساعة الكبرى مثلا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، خروج الدجال لعنه الله، يجوج ومأجوج لعنهم الله أيضا، يجوز مسلمين يجوز مأجوج كفار طبعا. طيب خروج يأجوج ومأجوج، ثلاث خسوفات، خسف المشرق وخسف المغرب وخسف في جزيرة العرب، هذه ستة، والدابة وهي السابعة، وخروج نار من عدن تحشر الناس إلى محشرهم وهذه الثامنة، ثم الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين وهذه التاسعة، ثم خروج رجل صالح وهو المهدي يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم في هذا الرجل، يعني هل هو يعني خروجه هل هو من العلامات الكبرى ومن العلامات الصغرى الممهدة للكبرى، وجعلوا بعد مكانها الدخان. على كل حال هذه الكبرى لم يخرج منها شيء بعد، لم يخرج منها شيء بعد. ثم أما العلامات الصغرى فكثير منها يعني خرج وبعضها لم يخرج إلى الآن.